أخبار البورصة النهاردة أخبار طيبة، البورصة بتستعيد عافيتها وبتربح 16 مليار جنيه. ارتفعت مؤشرات البورصة لمستويات قياسية مع نهاية التعاملات النهاردة الخميس، مدفوعة بعودة قوية للمستثمرين الأجانب للشراء في السوق، وربح أو ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 16 مليار جنيه من خلال التداولات. نتعرف على الصورة بشكل أفضل مع الأستاذ محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة. مساء الخير يا أستاذ محسن. كيف حالك؟ يعني لو تقول لنا ايه اللي حصل النهارده في البورصه، ايه اسباب الارباح الكبيره وليه الارباح جت النهارده بالذات بعد يعني ايام كانت عصيبه على البورصه؟ هو اولا فقط انا بس احب اوضح ان هي ليست ارباح محققه، هي ببساطه شديده جدا هي اعاده. طيب لو تعد لنا، لو تعد لنا الاجابه لان يبدو في كده. هي اعاده تحسين لقيم الاسهم المتداوله في البورصه المصريه نتيجه تغيرها في نهايه اليوم، فهو تغير في راس المال السوقي، يعني الناس مش مهيئه مروحه خدت معاها 16 مليار جنيه او قصه هذا الرقم، لكن الامر كان مرتبطا بشكل رئيسي بحاله التفاؤل الشديده الموجوده لدى قطاعات المتعاملين خاصه المؤسسات المحليه المصريه والمستثمرين الاجانب بالاستحقاق الديمقراطي الثاني وبمساله تعيين رئيسا للجمهوريه والخطه الاقتصاديه التي يحملها الان لتطوير الاقتصاد المصري. هذا الامر ساهم بشكل كبير جدا في انعاش حركه التعاملات داخل البورصه المصريه، دعم من ذلك ايضا التصريحات اللي جاءت من مؤسسه فيتش التصنيف الائتماني بان مصر قد وصلت يعني من المرشحه خلال الفتره المقبله لرفع مستوى تصنيفها الائتماني، وضاف الى ذلك ظهور سيوله جديده اليوم حجم الدولات في البورصه اجمالا على الاسهم وباقي الاوراق الماليه تجاوز مستوى ال 2 مليار جنيه، وهو معناه ان هناك شهيه شرعيه بدات تظهر داخل المؤشرات. هناك ايضا شكل من اشكال الاستقراء اللي بدانا نلاحظه من يوم امس كارتداد تصحيحيه بعد 3 جلسات متتاليه حاده انتهت يوم الاحد الماضي من التراجعات القويه في مؤشرات السوق، فكان من الطبيعي ان نشهد بعضا من الارتدادات، لكن العنصر الاساسي يظل ان قرب الاستقرار السياسي وقرب وجود برنامج اطلاق اقتصادي وقرب التطوير المتوقع بالنسبه لاليات الاستثمار داخل مصر واعاده بناء هذا الاقتصاد من جديد، اتصور ان هي كانت الرساله الاكثر قوه بالنسبه للمستثمرين خلال اخر جلستين. هذا الامر هو اللي ساهم بشكل كبير في ارتفاع البورصه يومي امس واليوم. واتصور بالإعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد وجدوله الزمني سوف يمثل عنصر الدفع الرئيسي لحركة التداولات في البورصة خلال الفترة. طيب يعني حضرتك يعني الآن بتصحح لنا مفاهيم يعني سائدة وربما بشكل خاطئ في لدى الناس اللي هم ما عندهمش اهتمام كبير قوي بالبورصة، يعني أنا بصراحة ما بفهمش في البورصة، أنا يعني بعترف على الهواء مباشرة، يعني الأخبار اللي بتيجي اللي جات النهاردة إن البورصة ربحت مش عارف كم مليار، الأسبوع اللي فات مش عارف خسرت كم مليار، دي ترجمتها كده، ترجمتها للغة البسيطة إيه؟ هي ترجمتها اللغة البسيطة بهدوء شديد هي ان المتعاملين داخل البورصة المصرية في نهاية كل يوم بنشوف اجمالي حجم الاسهم المتواجد، يعني الشركات المقيدة، قيمة كل شركة بسعر الاقفال او بسعر التداول اللي انتهت اليه في نهاية اليوم، وبنشوف من خلال ذلك قيمة هذه الشركة اصبحت كام. بناء على كده بنحسب تغير في اجمالي رأس المال السوقي في البورصة المصرية قياسا باليوم السابق، وبنقول ان رأس المال السوقي ارتفع او انخفض. المشكلة الحقيقية من وجهة نظري الشخصية ان هناك مفاهيم بالفعل خاطئة كثيرة بالنسبة لمجتمع سوق المال المصري، جزء اساسي منها مسألة الارباح والخسائر المبالغ فيها التي يتحدث عنها البعض، جزء اخر متعلق بعدم وجود دور لها او انها وسيلة للمضاربة، هذا امر غير صحيح. البورصة المصرية واحدة من اهم وسائل تمويل الاستثمارات داخل مصر، هي وسيلة من وسائل توسيع قواعد الملكية، البورصة المصرية سوف تكون هي منصة التمويل للمشروعات القومية الكبرى في الفترة القادمة، احنا عايزين نحول الشعور المجتمعي بالنشاط الاقتصادي الى ارقام في معدلات النمو يعكسها التغير في معدل الاستثمار داخل البورصة اللي حضرتك تذكره الان، هي الامر خلال الفترة اللي جاية. انا اتمنى ان كل الناس خلال سنة واحدة من النهاردة ما يقولوش زي حضرتك احنا ما نعرفش حاجة على البورصة، لا يقولوا احنا بنستثمر داخل البورصة عشان خاطر نبني بلدنا خلال الفترة. طيب ربنا يبعت فلوس ونستثمر في البورصة. شكرا جزيلا يا استاذ محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة. هناخد فاصل كمان ونرجع نكمل فقرتنا الإخبارية بإذن الله.